لليوم الثالث على التوالي نواصل مبارياتنا بعد المباراة المؤجلة تاريخ 18، والآن الحشود والجماهير تتوافد بالمزيد على المباريات، وفي ظل التغطية الإعلامية الغير عادية من كافة القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، نشكر كل الشباب، كل من غطى هذه الفعاليات. نشكر الراعي محافظة المهرة محمد علي ياسر ووكيل محافظة بدر كرشات ومكتب الشباب الرياضة على الجهود والدعم اللامحدود لهذه البطولة التصنيفية. نشكر كل من شارك معنا في كل المجالات، إن كان في الجانب الأمني وإن كان في الجانب الإعلامي وإن كان في الجانب الرياضي وإن كان في الجانب الإداري. شكر لكل الجماهير، وننوه بأن تم حصول خطأ في عدم دخول الناس إلى مدريات المهرة، وهذه توجيهات عليا، ونتمني خلال الأيام القادمة سوف ننشأ منصة مؤقتة داخل ملعب الشهيد أحمد سالم أخبال. وشكر للجميع.